كنا نطلع حفلات يعني بجبل الزاوية ومنطقة الغاب ويعني وكان الفرح يعني على طول مستمر. الأيام هاي انقلب من الفرح للحزن. والله يا رايح صوب جبل الزاوية بوس لي تراب اللي مش عليها الأحباب. يوم من الأيام نزحنا على منطقة قرية اسمها قرية العمقية منطقة الغاب. البيت اللي كنا نازحين فيه ضربت الطيارة صاروخ فاستشهدوا 5 شباب من رفقاتي وأنا صوبت بعيني وبإيدي. حاليا مثلا إذا أعزف على العود أغانية مو مثل أولي. هالأغانية هالأيام كلها حزن. يعني رجع من الفرح للحزن بسبب هالظروف والشيء صار يعني على هالشعب وعلى هالأمة وعلى الناس وعلى جبت الضيم بس لي بعد ما كان هالمحبوب بس لي. يعني كنت أول أغني مثلا بالحفلة كان في عالم مبسوطة ومرتاحة بالحفلات أولي قديما بس حاليا الفرح مات خالص كلها أغانينا حزن. فو فو فو